التشكيل بلد رافله. الدرفلت هي عملية مط وتسطيح المعادن أو ترقيقها وسحبها طولياً أو عرضياً بالشكل المطلوب، وبحسب الطريقة وقوالب السحب الدوارة تتشكل المعادن لا ألواح أو قبان أي أشكال مسطحة الوجوه. وهي أشبه بعملية الطباعة من انزلاق الخامة بين معدنين ضاغطين، وتعتمد بشكل عام على بكرات وإسطونات متقابلة ضاغطة بقوة تستطيع كبس المعدن ومطه وسحبه. وهي من إسطوانات ملساء لتشكل الصفائح أو بكرات محفورة لتشكيل القضبان وأشكال الكمر أو بكرات صغيرة للتشكيل الفني داخل الصفائح الكبيرة تكون أشكال هندسية حرة. ويقوم العاملون في هذا الاتجاه بتجهيز وتشغيل وخدمة درافيل لتشكيل الألواح والمقاطع والأنابيب الفولاذية وإجراءات عمليات الدرفلت، وتجهيز وتشغيل وخدمة آلات تشكيل المعادن بالسحب والبثق والطرق. وهي من العمليات المهمة جداً في عالم آلات صنع في الصناعات التحويلية. لو أخذنا مثالاً بسيطة وهو صناعة قدر الطبخ المصنوع من الألمنيوم، فسنرى إنه يمر بأهم مرحلة له وهو تحويل قالب الكتلة الألمنيومية شبه المكعبة لا صفيحة بواسطة. الدرفلت ثم بعد أن تتكون صفيحة، تقطع حسب القوالب كالدوائر مثلاً، وتدرفل مرة أخرى على قالب الشغلة المطلوبة، ليأخذ شكل قالب القدر وأباريق الشاي أو غير ذلك من الأشكال الهندسية التي تخدم الإنسان وتسد حاجته العملية. والدرفلة تكون على نوعين في الغالب بحسب درجة حرارة المعدن. نحن مصنع لصنع آلات التشكيل. آلاتنا تشمل آلة تشكيل لفة السقف بر، طبقة واحدة أو طبقة مزدوجة، آلة تشكيل لفة الأوتاد، آلة تشكيل لفة مزدوجة الهيدروليكية، آلة تشكيل البلاط المزجج العتيق. سنقوم تصميمه كما لمتطلباتك، وجودتنا جيدة والسعر تنافسي. ثق بنا، وسنقدم لك أفضل الآلات والأسعار. فئة المنتج من سقف وحائط لوحة لفة تشكيل آلة، ونحن المصنعين المتخصصة من الصين سقف وحائط لوحة لفة تشكيل آلة، آلة صنع بلاط السقف الألومنيوم الموردين / مصنع الجملة منتجات ذات جودة عالية من لوحة الجدار.